ازيك يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده انا بفكر اعمل مقلب فراري، بقالي كتير قوي ما شفتهاش وقررت ان انا اعمل فيها مقلب. المقلب عباره عن ايه؟ ان انا مش لاقي الخاتم الذهب بتاعي، ف انا هحط الخاتم في شنطتها وهي مش واخده بالها واللي هو كده، فاهمين؟ المهم قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان قربنا على 700,000. بس يا جماعه كده ثبت الكاميرا. جماعه بيري دلوقتي راحت تجيب حاجه، مش عارفه صوتي واضح ولا لا، بس شنطتها اهيت وانا هحط الخاتم وهفضل بقى اسالها عليه لحد ما هي تشد في شعرها. هستنى لحد ما تيجي، استنوني. جماعه يا جماعه مش عارف بجد، انا انت ما شفتيش خاتم وقع مني؟ وقع منك هنا؟ مش عارفه. طب ماشي، طب ما تدوري عليه. ما انا فضلت ادور عليه وانت مش هنا وانا مش لاقياه. ايه بجد؟ بتكلم بجد؟ فيري طب انت عارفه بجد في ايه؟ بجد مش لاقيه خاتم. طب ما مش لاقيه فين؟ وقع من ايدك يعني ولا مش عارفه؟ مش عارفه. لا انا نزلت بيه، انا ما كنتش شايفه ان انا لابسه 3 خواتم، دول خاتمين عاديين وده ده ذهب. طب ماشي تعالي ندور عليه. ماشي انا دورت عليه ومش لاقياه، واصلا كان في ايدي واحنا ماشيين، فجاه لقيتك انت مش عارفه اختفيت. ورمينا ولا بجد؟ انا اتغرقت، الجو حر بس بجد انا متصلانه قوي. انا عامل ايه دلوقتي؟ مش لاقي الخاتم. وربنا هقعد هنا مش قادره اقعد بجد. انا مش لاقي الخاتم يا بابا بجد، لازم تشوفي لي حل. والله انا ما اعرفش شنطتك يا مش معايا حاجه، تعالي شوفي. استنى ما اعرفش ادور عليه يا عبيد. ما انا دورت عليه يا عبيد. انت لما رحتي مش عارفه تجيبي ميه ولا ايه، انا ما لقيتهوش. شوفي في شنطتي والله. يعني انا والله وانا كنت واخده الشنطه اصلا يا غبيه، يعني انت عبيطه ولا ايه؟ شنطتي كانت معايا وبعدين معايا اصلا. بصي البنطلون ايه، حتى تجيب ما فيش اي حاجه. ايه كنت سرقتك يعني ولا انت عبيطه ولا ايه؟ يا بيري لا، بس انا يعني بتكلم ان هو ممكن يكون مثلا انت مش عارفه هو خاتم. والله حتى انا قدامي برضه خاتم مرمي على الارض عادي، مش حاطه في دماغي ان ده ذهب، يعني اكيد مش همد ايدي عليه ولا اكيد هفكر في حياتي ان انا اسرق. لا ما هو مش ممكن تكون نيتك ان انت مش بتسرقيه عادي يعني، بس انا بتكلم ان هو انت لقيتيه ورحتي وما تعرفيش ان هو بتاعي. اه تعرفيش بقى حاجه؟ ده انا خدته ورحت بعته واديت لك عشان كده بقى ما خدتش الشنطه. يا بيه بجد لازم تشوفي لي حل، انا مش لاقياه دلوقتي اروح ازاي؟ هو انا اللي ضيعته يا بنتي؟ انت عبيطه؟ حاسه ان هو وقع مني انا وانت كنت سايباه معايا ومش لاقياه؟ عبيطه يا بنتي؟ دوري في شنطتك. انا ما لقيتهوش من زمان. ماشي ماشي مشيتي من قدام. لا ما تحوريش من النبي، انا اصلا ما كنتش ملاحظه ان هو في ايدك. انت بتسند مامتك شفتها بس الخاتم معاها. هو ايه بتسند مامتك يا بيري؟ هو انت عبيطه؟ طب بتهزري؟ بجد انا بتكلم بجد، انت بتهزري دلوقتي؟ والله ما بهزر. طب خلاص انت مشيتي، انا مش لاقيه الخاتم دلوقتي. طب شنطتي المفروض ان شنطتي اهي، انا بقى المفروض اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ الله اعلم، ما هو مش يمكن يكون كمان يعني انت خبيتيه كده ولا كده؟ انا بقول كده ولا كده يا معفنه؟ يعني انا اتعبت يا بنت؟ انت بجد فاهمه انت بتقولي لي ايه؟ احنا مع بعض من الصبح، يعني هاجي اسرق خاتم ايه؟ ايش عرفني ان هو دهب ولا مش دهب اصلا؟ ما انت طول عمرك بتلبسي خواتم عادي مش دهب. هفرق انا بين ده وده دهب ولا ده ايه؟ طب ما دول مش دهب. عشان التاني ساده مفهوش الالوان. طب والله ما انا لابسه خاتم دهب اهو عليه قلبه مش ساده. لا قصدي يعني الالوان اللي هو ده اخضر، ده لونه اخضر. لا والله اقسم بالله في دهب فيه اخضر برضه. بيري بيري بجد انجزي انجزي. انت حبيتها؟ ايه افتح الشنطه يا ماما عندك. انجزي بجد. انت ولا انت ايه هربي؟ يا بنتي انت عبيطه تهرب ايه؟ وانا لو خدت حاجه مش هخاف يعني؟ اقول لك خدي امسكي فتشي في شنطتي. انت عبيطه؟ بيري المفروض انا صاحبتك بجد، لو عايزتي حاجه والله يعني، لكن مش خاتم انا بحبه. يا لهوي يعني انا سبحان الله العصفوره بتاعتي عرفت ان الخاتم اللي انت بتحبيه انا اللي عايزاه. الشنطه والله انت قلتي لي هات الشنطه، بس الشنطه ما تتفتحش بقى. ليه؟ هي ما تتفتح. هو كده هو قال لي ليه ما تتفتحش؟ اي عشان انت بجد بتكلميني انا وبتوجهي لي انا. لا لا انت قلتي لي خلاص خلاص انا اللي واخداه. انت قلتي لي خدي الشنطه افتحيها، انا دلوقتي قلت لك هات الشنطه. ايوه بقى ما انا بقى لي ساعه بقول لك خدي امسكي الشنطه، يعني مش فاهمه. ماشي بس برضه مش هتشوفي الشنطه وقسما بالله ما هتشوفيها. عشان انا بقى لي ساعه بقول لك شوفيها، لكن في الاخر لقيتك بتتكلمي بجد. وانا ايش هخدم اللي انا اسرعي معاكي؟ في ايه؟ ما انت المفروض تقولي لي خدي شوفيها طالما انت وصلتي. لا يا ماما قلت لي خدي شوفيها كذا مره، عم تقولي لي لا معاكي لا مش عارفه ايه. وانا طب اوعي اوعي تشدي الشنطه مني. ما تشديش. طب سيبي شنطتي انا ادالك بمزاجي. سيبي شنطتي اتفضلي يا بنت اديني شنطتك. طب ماشي تسلم مامتك. شوفي الخاتم في البيت ولا فين؟ هو قال لي تسلم مامتك. ايوه شوفي يا ماما قبل ما تفتحي شنطتي كده اتاكدي. انا عارفه انا كنت لابسه ايه وانا
واثقه من نفسك كنت اديتهالي من بدري، ولا خفتي لما انا جيت افتح الشنطه؟ ده ايه ده؟ مشفتش كده بجد. يلا دوري. خاتم موجود في الشنطه. بجد والله؟ لا المفروض بقى ان انا اصدق. خاتم ايه موجود في الشنطه؟ خاتم موجود في الشنطه. خاتم ايه موجود في الشنطه؟ طب ماشي وريني. لا لولا اللي انا بصور دلوقتي الله للناس ان خاتم اهو يا جماعه طلع في الشنطه اهو. خاتم طلع في الشنطه يعني كلامي صح؟ شايفينه ولا ايه؟ أوه. بجد والله؟ اه. طب الخاتم ده جه ازاي بقى في الشنطه؟ معلش قولي لنفسك. ايه بقى؟ جه ازاي بقى في الشنطه؟ عفويت؟ لا مش عفويت. انت اللي حطيتي الخاتم في الشنطه. هو انت اللي حطيتي؟ سيبي بس ولاد، انت طالعيني حراميه ولا انت عبيطه ولا ايه؟ سيبي بس سمعي كده. دخلي الشاحن، دخلي الشاحن بس والفلوس، دخلي الشاحن والفلوس. ماشي شنطتك دي، دي مغاره مش شنطتك. ايوه ايوه مغاره. عشان كده خبيتي فيها الخاتم. اه شفتي؟ اه ماشي تمام. مش انا اللي عايزه اعرف. مش انا اللي واخده، مش انا اللي واخده الخاتم. هو يا ستي ايه ده؟ باري كده بيري. انا بهزر بيري. تعالي بس بجد فوقك مني يا شهد. اوعي يا شهد. مفيش فلاش في الكاميرا دي. ماشي ماشي يلا غوري بقى، ما تشغليش بقى. اوعي بجد ما بهزرش. طب انت بتصوري من امتى؟ بس هو من بدايه ما انت قبل ما تروحي او لما روحتي. انت بتحوري ده مش انت بتعمليش مقلب؟ لا والله بعمل مقلب يا جماعه. صح شوف الفيديو من اوله هتلاقيني عامله مقلب. كمان كنت بصور المقلب ده بجد. ماشي ايه المقلب البايخ ده بجد؟ ليه بتعملي كده؟ علشان عايزه اعمل كده. الناس قالت لي اعملي مقلب. والله لا يبقى ما تعمليش كده. مقلب اوعي بجد عشان اقسم بالله اتصدمت. اللي هو عارفه جالي ايرور في نافوخي اللي هو ازاي اللي هو ازاي انا سايبه شنطتي لايت خالص يا جماعه عشان انا بصور من الكاميرا الاماميه. بيه بقى خليكي بقى. خدي يا ست خدي. اقسم بالله خساره فيكي من اللي انت عملتيه فيا ده. ما زيتيش بقى يا لا زيطة. والله العظيم زيطه. امسكي اوعي كده. اه التليفون يقعد بجد. ما تهزريش معايا يا جماعه. قولوا لها ان انا بعمل فيها مقلب بجد يا جماعه. ده ايه الخرا دوت اللي هو انا رايحه اشوف حاجه وجيت لقيتها بتقول لي ان انا سرقت خاتم. خاتم ايه اللي هسرقه بجد يا لهوي؟ ايوه سرقتيه بجد. هو لا والمشكله ان هي لابسه بتاع اربع خواتم اللي هو انا ايش عرفني ان هو ده بالذات اللي ده. اه يا جماعه بصوا مش دهب اصلا. مش مسامحاكي ابدا. وعلى فكره المعلم ما عجبنيش عشان بجد انا استغربت واتصدمت. جامد جدا جماعه. ماشي مش هي عملت فيها مقلب. انا هوريكم انا هعمل فيها ايه الفتره الجايه وهخليها اقسم بالله. انا كنت واقفه في الشارع في نص هدومي مش عارفه اعمل ايه اللي هو ايه ده. انا لا مش انا. ودي ودي تقولي ده بيديني بتعصبني اللي هو مش عايزه اديها الشنطه. ما انا لقيتك في الاخر ايه قلت بقى خلاص بقى. انت عماله تقولي لي خدي الشنطه خش بعد كده كده افتح الشنطه. قلت لي مش عارفه ايه. ما كنت خليني افتح الشنطه. لا ما عشان ما ينفعش ان انت اصلا تفكري ان انت تسرقيني يعني دي حاجه غلط اساسا. خلاص مسامح كريم وهو مقلب. هقول له مسامح كريم امشي ده مقلب. بس يا جماعه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب تفعيلوا زر الجرس سبسكرايب عشان هوريها الفتره الجايه انا هعمل فيها ايه. والله ما هسيبك. يلا بقى هخليكي تتحرمي تعملي مقلب تاني في حياتي. يلا يا جماعه باي. قولي باي باي.